رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الوطني بمناسبة الذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين. أكد المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن ذكرى الميثاق تحيي في النفوس العزائم والهمم للمضي قدما بإيمان وأمل كبيرين لتحقيق النجاحات وتجاوز التحديات، مثمنا في هذا السياق الدور الكبير الذي اطلعت به قوة دفاع البحرين إلى جانب القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى لصون المنجزات الوطنية والمكتسبات التاريخية والدفاع عنها بما يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها واستقلالها. إلى ذلك ثمن المجلس الجهود الكبيرة التي اطلعت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي أسفرت عن إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بما يعلن بوضوح التزام أكبر الأديان السماوية بالمحبة والسلام ويقطع الطريق على المتطرفين والمغرضين والإرهابيين. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها باستعراض تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي بشأن طلبين مرفوعين إلى المجلس من مجلس النواب الأول بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات والصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمعد بناء على الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب، والثاني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 350 ومكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب. وقرر المجلس اعتماد التقرير ورفع الرأي الشرعي بخصوص المشروعين إلى مجلس النواب.